عمرك قابلتي واحد مز ومن شدة مزازته فكرتي خلوق كريم وذكي وبحب الأطفال، رح يحميني من الأشرار، كامل الأوصاف اسم الله عليه، لتكتشفي لاحقاً إنه كذاب اتكالي أخلاقه زبالة وبفكر نيوتن اخترع التفاح؟ وأنا برضه والله عمري. She makes awesome videos. للأسف هذا الانحياز فينا كلنا. الشخص الجذاب بنسقط عليه كمشة صفات حميدة مش بالضرورة تكون عنده خالص. تأثير الهالة أو الهيلو إفكت هو استراتيجية بالتفكير بتستخدمها دماغك ليشكل صورة عن الشخص بسرعة. هو أنا لسه بدي أعاشره، بدي أحكم عليه من نظرة واحدة، بدنا نقرر نضمه للشلة ولا نقول له You can't sit with us. وهذا الانحياز بنشوفه بشغف البدايات، لما نوظف حدا، لما نقيم مرت ابننا، وحتى بالقضاء. فالمرة الجاي لا تحكم من النظرة الأولى، تذكر إنه مخك بدائي منحاز ابن كلب، من عاشره أول بعدين منحكم، ومش من تجربة حدا تاني معه، لا من تجربتنا إحنا شخصياً. وشكراً. احكولي إيش تجاربكم مع هذا الانحياز. سلام.